تفاصيل أكثر إن شاء الله سوف يطلعها علينا ويطلعنا عليها الزميل بدر رافع المتواجد في ماليزيا برفقة بعثة المنتخب السعودي الأول، حيث أن اللاعبان أيضا تقرر وصولهم غدا، وهم ياسر القحطاني وتيسير الجاسم سوف يصلون غدا. ياسر ينضم من فريقها العين، وتيسير بالتأكيد تأخر لظروف في أو نظرا لوفاة والده رحمه الله. بالتأكيد هناك الكثير من التفاصيل سوف يعني نكون على اطلاع عليها. معنا على الهاتف الزميل العزيز بدر رافع موفد الرياضية إلى ماليزيا. صباح الخير بدر أو مساء الخير. لا صباح الخير، هلا زميلي عادل. أهلا وسهلا فيك بدر. نتمنى إن شاء الله أن تكون رحلتكم موفقة. ماذا عن أجواء المنتخب السعودي؟ ماذا حدث اليوم؟ أطلعنا على كل التفاصيل من هناك. نعم، بداية خلنا نتكلم من يوم تقريبا يوم أمس عندما وصلت البعثة السعودية لمطار كوالالمبور، كان هناك استقبال بحفاوة من السفير السعودي في ماليزيا، من ثم اتجه اللاعبون طبعا مباشرة إلى فندق الإقامة، فندق الهوليدي إن بمدينة شاه عالم. اليوم تعدى المنتخب السعودي هو السداد الأول والتمرين الأول لمباراة تايلاند، قبلها طبعا مباراة أندونيسيا بحضور جميع اللاعبين. كان التمرين يعني لمدة ساعة ونص باستثناء طبعا لاعبين الاتحاد اللي خاضوا تمرين لمدة نص ساعة كاسترجاع لياقي بعد أن خاضوا مباراة الأنصار يوم الأحد الماضي. يعني اليوم كان جميع اللاعبين متواجدين طبعا باستثناء اللاعب ياسر القحطاني اللي راح يوصل إن شاء الله غدا، وبالإضافة أيضا إلى تيسير الجاسم. بدر، كيف هي الأجواء المناخية؟ طبعا الأجواء المناخية يعني شبه رطوبة في ماليزيا. اليوم الظهر تقريبا هطلت أمطار يعني قليلة جدا، لكن اللاعبين كان هناك يعني روح معنوية عالية في التمرين، الجميع مصر على تقديم مباراة جيدة والرجوع إلى المملكة العربية السعودية في أساس نقاط. الجميع يتفق أنها هي مباراة مفترق طرف تعتبر هذه المباراة، فيما يعني إذا قدمنا إن شاء الله بثلاث نقاط سنكمل المسيرة، وفيما الخسارة لا سمح الله ستكون الحظوظ يعني جدا ضئيلة. طيب بدر، ماذا يعني تلمست من يعني رغبات وطموح اللاعبين وشعورهم بالمسؤولية وأهمية المباراة؟ هل تشعر فعلا بأنه يعني بحكم تواجدك في كثير من معسكرات المنتخب، هل تشعر بشيء مختلف في هذا المعسكر؟ مثل ما ذكرت لك عادل، يعني انا ما ودي اتكلم صراحه يعني حديث انشائي، لكن فعلا اليوم يعني ظهر على اللاعبين يعني حجم المسؤوليه في المباراه القادمه. كنت اتحدث مع اغلب اللاعبين، ايضا عملت مقابلات كثيره اليوم، للاسف عامل التوقيت ما وصلت المواد، لكن ان شاء الله راح توصلكم مساء الغد. الجميع يعني يتفق انها مباراه يعني مباراه حياه او موت في هذه يوم الثلاثاء القادم. الجميع متفق ان الشارع السعودي جميعا قلق على هذه النتيجه ومتطلع ومتفائلين. ايضا اللاعبين اليوم من خلال التمرين يعني حتى يمكن اللاعب محمد نور ظهرت عليه اليوم القفشات والمداعبه مع اللاعبين، روحهم المعنويه واللي يعني نقول يعني ابعاد الضغوط النفسيه على اللاعبين. الجميع يعلم ان فعلا هي مباراه كبيره، مباراه تحديد مصير. يعني حتى محمد نور اليوم كنت اتكلم معه قال باذن الله ان شاء الله راح نرجع ثلاث نقاط. الجميع حاس في المسؤوليه. فقط زميلي عادل، يمكن الاعلام تداول نصت المغادره المنتخب السعودي قبل المباراه بثلاث ساعات، فعلا تاكدت ان المنتخب السعودي سيغادر الى مطار بانكوك قبل المباراه بثلاث ساعات، ومن ثم العوده مباشره. كنت اتكلم ايضا مع خالد الماجل اليوم، يعني هل المباراه او الارهاق سيكون ارهاق على اللاعبين؟ تعتقد ان ممكن كل هذه الظروف راح تنصب ان شاء الله بمصلحه المنتخب السعودي، والضغوط هذه ان شاء الله راح تولد قوه. فقط يمكن الجميع تحدث في الايام الماضيه عن المؤتمر الصحفي للسيد ريكارد، وايضا الاجتماع الفني ما قبل المباراه بيوم. تحدث انه راح يكون هناك ان شاء الله تواجد للمنتخب السعودي طبعا بالنسبه للجانب الاداري والفني في المؤتمر الصحفي والاجتماع الفني. سوف يتواجدون قبل المباراه ب 24 ساعه.
نعم صحيح. طيب بالنسبة لي يعني برنامج المنتخب من اليوم حتى المباراة ايش الترتيبات؟ سمعنا ايضا بانه المباراة المنتخب الاندلسي ما راح يكون فيها جمهور. صحيح، المنتخب السعودي راح يخوض مباراة ودية يوم الجمعة القادم في الساعة 6 بتوقيت ماليزيا الساعة 1 ظهرا ان شاء الله، ستكون بدون جمهور. سألت عن هذه النقطة سيد خالد المعجل، هل السيد ريكارد هو من طلب ان تكون المباراة بدون جمهور؟ ولكن ذكر ان الاتحاد الماليزي هو من اصر ان تقام هذه المباراة بدون جمهور بوجود جالية كبيرة من الاندلسيين ولدواعي أمنية. رفض الاتحاد الماليزي وجود أي من الجماهير الاندلسية. نعم، كيف أوضاع الطلبة السعوديين؟ سمعنا اليوم أيضا في يعني حضور التدريبات من قبل الطلبة السعوديين والسياح السعوديين الموجودين في ماليزيا. نعم، الطلبة السعوديين كانوا متواجدين منذ وصول المنتخب السعودي سواء في المطار أو في الفندق، وأيضا اليوم تواجد تقريبا أكثر من 15 طالب سعودي التقطوا الصور مع اللاعبين. أيضا في الفندق كان هناك مجموعة كبيرة من الماليزيين والأجانب كانوا يلتقطون الصور مع السيد ريكارد. حتى تساءلت مع الطلبة السعوديين عن وضع المنتخب السعودي، يعني الجميع متفائل، يعني ذكروا أن المنتخب السعودي له تاريخ مشرف، سنظهر بإذن الله بصورة يعني مغايرة عن الصورة التي ظهرت فيها المنتخب السعودي من خلال جولتين الماضيتين. بدر نور، شو سوالك لما كنت تصور لقاءات مع اللاعبين؟ والله نور كان يعني دائما كل لاعب اسوي معاه لقاء كان يوقف، هو طبعا اليوم يعني ما رفض، طبعا قال انه ان شاء الله راح اسوي معك مقابلات في الايام القادمه، لكن كل ما اعمل لقاء مع لاعب كان نور يجي يعني يسوي قفشات ويعني يداعب اللاعبين ويوقف ورا الكاميرا يكلم تليفون. قعدت بعض الجماهير طبعا اللي في الملاعب دائما يسوي لقاءات، يعني نلاحظ انه في هناك بعض الجماهير يوقفون ورانا ويكلمون تليفونات. يعني محمد نور صراحه اليوم يعني حتى انا سالت اليوم غريب يعني الاجواء الحلوه اللي انت فيها، قال باذن الله انا راح اشيل الضغوط من اللاعبين وانا اعتبر من اكبر اللاعبين المتواجدين، وان شاء الله باذن الله راح نرجع السعوديه بنتيجه ايجابيه باذن الله تعالى. ننتظر ايضا وصول ان شاء الله الصور من ماليزيا اللي قمت بتصويرها اليوم ان شاء الله صباح اليوم، وايضا متابعه تدريبات الغد، وان شاء الله في هذا الوقت غدا سوف تكون معنا ان شاء الله في الملعب. شكرا لك بدر، تحياتنا وتحياتنا لزميلنا المصور اللي معك، شكرا جزيلا. شكرا للزميل بدر رافع ولزميلنا ايضا المصور المتواجدين مع بعثه المنتخب السعودي.